رشا، الصائم دائما بتهمه ريحة النفس كيف ممكن تكون، أكيد خصوصا بعد يعني ساعات طويلة من الصيام. أكيد رح يكون في قواعد بتساعد على الحفاظ على الصحة الفموية، وهذا الشيء رح نحكيه ضمن مساحتنا الأولى الطبية. رح نحكي عن كيف ممكن نحن نعتني بصحة فمنا، كيف ممكن أيضا نحافظ على ريحة النفس قد ما كانت تكون ظريفة. أكيد هاي التفاصيل كلها رح نعرفها مع الدكتور إبراهيم تركماني، الاختصاصي في تجميل الأسنان والتعويضات الفكية، وهو أستاذ محاضر في جامعة البعث. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك دكتور. صباح رمضان خير، كريم. كل عام وأنتم بخير. صباح رمضان الخير كريم. دكتور، أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا. صباح الخير، شكرا رمضان جزيلا. كريم عليك وعلى كل أهل حمص وكل السوريين. أكيد يخلي لي إياكم يا رب. رمضان كريم على سوريا. اهلا وسهلا دكتور. عم شكرا نحكي دائما نحن بالشهر الكريم بنفوت بعادات جديده، ان كان عادات الاكل ان كان عادات النظافه الشخصيه. فدائما الصبايا والشباب، الكل بشكل عام، ولكن الصبايا والشباب عندهم فوبيا الصحه الفمويه خلال شهر رمضان. اليوم نحن كيف قادرين نحن صايمين انه نقدر نحافظ على الصحه الفمويه خلال شهر الكريم؟ حقيقة أنا خليني يسمحوا لي أقسم الناس لعدة أقسام لحتى يكون الموضوع بالنسبة لنا يعني واقعي. أول شيء المجتمع يلي عنده الفئة الأولى عنده أسنان سليمة كلياتهم، يعني أسنان طبيعية. في أسنان سليمة دكتور لهلأ؟ طبعا أكيد في ناس عندهم أسنان سليمة ومنهم معوضين، يعني لا حاطين تيجان ولا جسور ولا أي شيء، فهذول شريحة موجودة عندنا. في عنا الشريحة الثانية اللي مركبين جسور أو زرعات كمان، وفي عنا المجموعة الثالثة اللي هي مركبين أجهزة متحركة سواء جزئية أو كاملة، هي اللي بنحكي عنها باللغة الدارجة طقوم الأسنان. فهالثلاث شرائح كل شريحة الاعتناء عندها بالصحة الفموية كتير مهم، وبتكون هي إهمال الصحة الفموية عند الناس كلياتهم مجتمعين أنه بتنبعث رائحة غير مستحبة. والرائحة الغير مستحبة بالأيام العادية بتكون بدرجات متنوعة، لكن بتشتد إمتى؟ بشهر الصيام. شو السبب؟ خلينا نقول نحن اشتداد هالرائحة بشهر الصيام. نحن بنعرف أنه نحن وقت أكثر شيء عنا مشكلة نقول للناس روحوا فرشوا اسنانكم قبل ما تناموا، كونوا حريصين، لانه فتره النوم هي فتره يلي بيكون فيها فتره ما فيها طعام ولا فيها شيء، وبكون في فتره نوم طويله، يعني 8 او 10 ساعات بينام الواحد، وبالتالي هي فتره للنشاط البكتيري بشكل كتير كبير. بينشط البكتيريا لانه ما في عنده شيء ينظف هالموضوع هذا. وبالتالي مين اللي بيقوم بهالعملية التنظيف هو موضوع اللعاب. فإذا اللعاب خلينا نقول هو اللي دائما بيساعدنا على تنظيف سطوح الأسنان وما بيخلي النخر يصير وبغذي الأسنان بشكل جيد. نحن لحتى نزيد المفرز اللعابي بصير بموضوع الطعام وبموضوع الحركة يلي بنساويها، فمنعطي تدفق باللعاب بشكل جيد. هذول الناس الطبيعيين العاديين، لكن بيبقى في عوامل مرضية مثلا مثل يلي عندهم سكري أو أمراض بالغدد اللعابية بتشوبها، فبصير في نقص بموضوع اللعاب، وبالتالي بتصير في بنشعر أنه عندهم روائح خاصة بالموضوع. فلذلك نحن هاي ما دام هيك فكرتنا، فالصيام معناتها في عنا نحن نقص باللعاب دائما، وبخلي رائحه البخر الفم انه تزيد وغير مستحبه بتكون للمجتمع. حتى نكون نحن متقبلين من الاخرين فلازم نعتني بالصحه الفمويه بشهر رمضان بشكل جيد. بشكل جيد ماذا يعني هذا الامر؟ يعني الامر انه نحن لازم يعني بنعرف انه الصائمين في عندهم وقت السحر يلي بيقوموا فيه للسحور او العشاء، فهذا الكلام انه لازم تفريش الاسنان بشكل جيد مع يعني الاعتناء بالمضامد الفموية بشكل جيد. هلا بنقول المضامد الفموية ممكن ما تكون مرغوبة بالنسبة لنا بشهر رمضان، لكن انا بقول انه ان نعتني بالمضمضة الفموية بشكل جيد بعد الافطار بعد السحور مباشرة.
شو السبب مشان ما يبقى أي مجال لفضلات طعام ما بنقدر ننظفها بالفرشاة أحيانا أو بالخيط، وبنفس الوقت يكون في عنا يعني كمية من التنظيف للسطوح بشكل جيد، وبنفس الوقت على وقت الإفطار كمان نحن يعني البعض ما كتير بيعتني بموضوع التفريش بعد الإفطار، فهذا الموضوع كمان مهم جدا، وعلى اعتبار أنه غالبية الناس بيميلوا بالإفطار لموضوع التمور أو موضوع الحلويات، وبالتالي وجود موضوع السكاكر بيكون عالي المستوى أو النشويات، وبالتالي في عنا حالة من الغذاء البكتيري عالي المستوى بالفم، يعني البكتيريا الموجودة عم نقدم لهم يعني وجبات شهية وللنشاط البكتيري بشكل كمان صايمين كبير. اللي بيكونوا بهذا الوقت بالضبط، ونحن وقت بنقول نشاط بكتيري يعني نحن بالأخير هي عم تطلق غازات، وبالتالي عم تعمل لنا هالروائح الفم الغير مستحبة. إذا موضوع تفريش الأسنان وخلال النهار نحن بنعرف إنه يعني إنه المضمضة كتير مهمة، يعني نحن لو منتمضمض خلال النهار رح نخفف كتير من موضوع البخر. اثنين، تفريش الأسنان لا يمنع إنه نفرش أسناننا. هلأ البعض بروح باتجاه السواك أو بروح باتجاه الفرشات، أنا شخصيا بروح باتجاه فرشات الأسنان ومعجون أسنان بشكل جيد، فهو بحافظ لنا على مستوى من الصحة الفموية وبحافظ لنا على مستوى من رائحة الفم الطيبة. نعم. كمان خلينا ننتقل عند الأطفال، موضوع هاي العادة الصحية، كمان الأطفال عم يصوموا ويمكن بيعانوا شوي من لقي طفل صغير عنده هاي المشاكل رغم صغر سنه. خلينا نحكي كمان الأولاد الصغار عن العادات لازم يكتسبوها بما يخص تنظيف الأسنان. الأهم عادي أنا بشوفها هي النظافة، النظافة العامة وبالتالي النظافة الفموية، يعني إحنا دائما جزء من الشخصية حقيقة، أنه منلاحظ دائما ترتبط الثقافة النظافة العامة بثقافة الفم، وثقافة الفم نحن دائما مرتبطة معنا بفرشات الأسنان، وهذا الشيء اللي ما من نرغبه، يعني نحن وقت اللي بنحكي عن فرشات الأسنان كأنه عم نحكي عن شيء قديم وبدنا شيء حديث لحتى نشعر أنه نحن عم يعني نوصل للهدف تبعنا بمستوى النظافة. هو حقيقة في مستوى النظافة ما بكفي أنا يعني يكون عندي فرشاة أسنان ومعجون أسنان، في نقطة كتير هامة أنه نحن تكون هالفرشاة إلى عمر محدد. شو عمره دكتور المفروض؟ الفراشة دائما يلي دائما يعني أنا ميال لهالقصة هاي أنه شهريا يتغير، شهريا تتغير الفرشات، لانه موضوع جوده الفراش كثير مهمه، اللي هي بتعطيني عامل تنظيف كثير مهم بالاضافه للمعجون، لكن حقيقه الفرشاه او فرشات الاسنان بجودتها هي المهمه بموضوع التفريش. وبالتالي بالنسبه للاطفال كتير بعرف انا الامهات بيعتنوا باولادهم بيكونوا محافظين على موضوع تفريش الأسنان بشكل جيد، لكن وهذا الشيء اللي بصير بالعيادات دائما بيسألونا إنه طيب نحن والله عم نفرش، يعني كم مرة دكتور مشان نوضح العادة لازم تكون مكتسبة؟ تماما إنه في عنا موضوع التفريش هو بعد وجبات الطعام، بس بنفس الوقت أنا بدي ألفت نظر لأنه مع الأطفال تحديدا بعد التفريش ما يكون في عنا الشوكولا، بعد التفريش ما يكون عنا قطعة البونبونية اللي بنعطيها للطفل بشان ياخدها، ما نعطيه علكة، هاي كلها من المدمرة حقيقة للصحة الفموية، وبالتالي يعني بصير في عنا مشكلة عند الأطفال، ونحن بنعطيهم حالة يأس وقت بيفرش أسنانه وبيعتني وبروح على طبيب أسنان وبلاقي في نخر، فهي مشكلة حقيقة إنه ما بين يعني حالات التفريش نحافظ نفهمه للطفل نحاول نعلمه ندربه أنه ما يأكل شيء بين وجبات الطعام، وقت اللي بده يأكل لازم يفرش أسنانه، إذا كان برات البيت لازم يتمضمض، يعني سواء كان بالمدرسة أو يحاول يتمضمض بعد موضوع أي أكل بيأكله، وهذا الشيء يعني بيحقق بالنسبة لنا نتيجة علاجية كتير مهمة بالمستقبل، يعني حتى إذا أحدث عنده نخر فبيكون نخر بدئي، ونحن نعرف يعني نخور البدئي إذا كان طبيب قدر يسيطر عليها مع المريض
بيقدر تتوقف هاي النخور البدئية. فإذا الموضوع بالنسبة لنا في عادات اجتماعية موجودة، تربية وتدريب بالنهاية، وتربية بالنسبة لموضوع الطفولة مهم جدا. ونحن بنعرف يعني موضوع الدخول بعالم العلاج هو بطب الأسنان هو يعني غير اقتصادي، يعني جدوى الاقتصادية كتير عالي بالنسبة للأسرة، وبالتالي يعني نخفف من عاداتنا الجيدة نعطيها نمنحهم للأطفال وللمجتمع، ونخفف من عبء اقتصادي كتير كبير على كاهل الأسرة. وبالتالي يعني وطب الأسنان يعني شئنا ولا أبينا هو طب الأسرة بشكل كامل، ما حدا من أفراد الأسرة بيقدر يكون برات عيادة طبيب الأسنان. فإذا الموضوع جانب اجتماعي مرتبط بعيادة طب الأسنان، لازم تكون ثقافة المجتمع يعني ثقافة متطورة ترتفع وتنهض لحتى تخفف من يعني تكاليف العلاجية وتريح الناس، لأنه بالنتيجة يعني أي علاج بطب الأسنان هو مكلف اقتصاديا ومؤلم، يعني في آلام أحيانا إذا أهملت مبرحة جدا أكيد. في نتائج كتير سلبية على نفسية الطفل، على طريقة التعامل معه، الخبرات يلي بيكون بيكتسبوها الأطباء بالنسبة للتعامل مع الأطفال خبرات ما دائما متوازية، والأدوات والأجهزة اللي بتكون متوفرة وهامة جدا لمعالجة الأطفال لا تكون متوفرة بكل العيادات. هو أهم شيء دكتور طريقة التعامل مع الطفل. اليوم طفل يعني صعب تقدر تقنعه أنه تأخذ إبرة بنج أو يصير حفر بالدرس، فكتير مهم اليوم هدول الأساسات اللي عم تحكي حضرتك عنها. خلينا هيك نرجع للفطور والسحور، ونحن هلأ بالشهر الكريم في بعض الأكلات نحن ممكن ناخدهم بين الوجبتين، ممكن يلزقوا بأسطح الأسنان، ممكن يكون يعملوا تزايد بكتيريا، وبالتالي تاني نهار عم يسبب هذا الشيء روائح فموية غير مستحبة. اليوم شو هن أكثر أكلات مفروض اليوم أي حدا صايم يبتعد عنهم؟ هلأ الموضوع يلي نحن بالنسبة إلى المواضيع الرائحة نعرف نحن مبعث مثلا الثوم والبصل وهي الأشياء اللي بتعطي بتزيد البخرد الفم بشكل غير مستحب، لكن بيبقى في عنا السكاكر، يعني موضوع هذا كتير حساس. ونحن برمضان الكريم بتلاقي الموائد كلها تحتوي بالسهرات على موضوع الحلويات، الحلويات راح تكون لازم تكون يعني مقتصدي على هي مقتصدي هيك يا دكتور هذا الشهر وبنفس الوقت يكون في عامل التفريش. يعني هذا الموضوع نحن متكاسلين فيه كمجتمع، أنا بتخيل ما بنعطي حقه بموضوع انه يعني انا باخذ حلويات وبرجع فرش اسناني، لازم هذا الامر يكون موجود. حنا ناخذ كل شيء واخر شيء الفرشي للكل، الفرشي للكل. هلا الموضوع حق هذا الموضوع، بس حقيقه وقت انا بتكون بالسهره اذا كنت حابب يعني حافظ على درجه من الصحة الفموية فلازم أنا فرشي أسنان يكون حريص. نعم. يعني لأنه الفترات الزمنية اللي بيكون فيها الحلويات داخل الحفرة الفموية تعمل لي نشاط بكتيري عالي المستوى جدا، فهذا الأمور يعني من الأمور الأهمة. أنا يعني بأبسط قواعد الموضوع الصحة الفموية برمضان بقول أنه نستخدم فرشاة الأسنان ما نكون خايفين منها، هي موضوع مثل ما سمعت، أنا لا أستطيع أن أفتي بالموضوع، لكن مثل ما سمعت من خلال المعرفة مع الخبراء فإنه غير مفطر هذا المضمضة ما دام ما فاتت للجوف، المضمضة كمان غير مفطرة، والمضمضة بالماء. يعني نحن ليش عم نقول المضمضة بالماء؟ لأنه بتعطينا ترطيب للسطوح وبالتالي بتخفف من النشاط البكتيري وهذا الشيء هام، وبالتالي النتيجة راح تكون أنه نحن بتلتغى أو منخفف كتير من الصحة من بخر الفم ومنزيد بالصحة الفموية. هاي نقطة كتير هامة بالنسبة لنا، يعني ندرك نحن أنه أهمية اللعاب اللي موجود عنا بالفم هو العنصر يلي مخفف لنا من بخر الفم. أنا بدي أجي على موضوع الناس يلي عندهم القسم الثاني، حكينا على القسم الأول من المجموعة بالناس، القسم الثاني يلي عندهم زرعات ويلي عندهم تعويضات تيجان ثابتة، فهدول الناس في عندهم حقيقة اعتناء
يجب أن تكون هناك بالمضخة اللي بنستخدمها، يكون عندهم مضخة للاستخدام وتنظيف الفم بشكل جيد. شو المضخة دكتور يعني مشان نحدد أكثر؟ أيوة بسميها البيك ووتر اللي هي عبارة عن فرشاة أسنان وفي عندها رأس ثاني هو بيبخ المي أو بضخها وبتكون تيار مائي بيمرق تحت الزرعات تحت التعويض يلي بالزرعات او طبعا. الجسور وما بيخلي في فضلات تمام نهائيا وهي ضروريه بالنسبه لنا يعني المضمضه لحالها بتكون مع هيك ناس غير كافي فهي الشريحه الثانيه الشريحه الثالثه يلي هي عندهم تعويضات متحركه حقيقه يلي عنده تعويضات متحركه يجب وارجو انه ازاله التعويضات المتحركه من الفم وقت النوم وهذا امر غايب الاهميه وبعض يعني الناس تصر على ان تبقي هذه الاجهزه بالفم وهي تنشا عنا نعم. امراض كثيره يعني متعدده ومتنوعه وبالتالي اتمنى انه يزيلوها والتنظيف أكيد. بالماء والصابون وفرشات الاسنان بشكل جيد لحتى ما يبقى نعم في فضلات طعاميه هي يعني مبعث لبخل الاسنان لبخل الفم بشكل كتير كبير هي خطوات بسيطه ولكن فعاله اكيد بتساعدنا بالحفاظ على الصحه الفمويه بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا دكتور شكرا دكتور ابراهيم لحضورك معنا رمضان كريم عليكم ان شاء الله هيك بوقفات ثانيه بنحكي اكثر بتفاصيل اكثر شكرا جزيلا شكرا لك